صراحة يما في سؤال يدور براسي. وليه تعاقبين نفسك فنجان شاهي وانت ما تحبينه؟ عموما وش اللي يدور في راسك؟ ليش شريتي ارض الخطوان؟ انت من متى تتدخلين بشغلي الخاص؟ يوم تصير ارض عدو ابوي الموضوع مو بخاص، الموضوع كبير. اول شيء انا اللي احدد متى تكون الاشياء كبيره ولا صغيره. ثاني شيء ارتاحي الله يعافيك، لا تتدخلين بشيء ما يخصك. يما انا خايفه عليك، خلينا نقفل على ذا الموضوع وخليهم في حالهم. شهد، انت قلتي اللي عندك وانا سمعتك، في شيء ثاني؟ ابيك تجاوبيني، وش تبين من بيت الخطوان؟ ناويه على ورطه جديده؟